الاقتصاد والمالية. إذا كما تلاحظون مستفيدة أمية عليها. ملكنا واحد، ملكنا واحد، محمد السادس. Yeah.
العنيف مسيرة القصر لا بقاش مسيرة القصر إن شاء الله مسيرة القصر أين حقوق الإنسان اللي كتبان في التلفزيون؟ أين حقوق الإنسان اللي كتبان في التلفزيون؟ واش كان شي حقوق؟ ما كانش الحقوق حقوق الإنسان ما كانش عندنا بركة من الوعود الكاذبة هذه 55 سنة وحنا مضرورين بركة من الوعود الكاذبة بغينا حق الأول سويات ضحايا الغير المستفيدين الحق الثاني الرفع من المستحقات اللي تيستافدوا منها الحق الثالث وهو جبر الضرر ديال 55 سنة نريد جبر الضرر 55 سنة تسويات اللائحة الإضافية مع الرفع من هذه من قيمة المعاونة للعيش الكريم لهذه الضحية هادشي اللي كنطالبوا به وهذا حق مشروع بظاهر وبكل القوانين المغربية والدولية نحن ضحايا الزيوت المسمومة واكلين الزيت اللي هما باعوها لنا حنا كلينا مرضنا بقينا ضحايا ما عرفناش كيفاش نعيشوا هذه مدة حنا تندبزوا مع الوقت احنا حقنا بغينا 55 سنة ديالنا وعندنا سيدنا عطاه لنا وقال لنا اعتني بهم ولكن هاد الناس مازال كيتماطلوا علينا بركة من الكذوب عاش الملك عاش عاش الملك أنا كنقول لكم من هنا إلى سعفتوني ديروا مسيرة من هنا حتى القصر الملكي ونمشي وديك الساعة اللي عطل أيديو على البحر يروحوا لها إلا بغاو يديروا على البحر يمشيو دابا اللي بغا يوقع يوقع حنا دير حنا مضرورين ميتين نمشيو القصر دابا ميتين نمشيو إذن بركة من الكذوب إذن مشاهدينا الكرام نتواجد الآن أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بال الرباط حيث يتجمهر بكثافة ضحايا الزيوت المسمومة غير المستفيدين مطالبين بتسريع تسوية اللائحة الإضافية بأثر رجعي وهناك العديد من المتطلبات سوف نقف وإياكم عن بعض هذه المتطلبات مع أحد ممثلي ضحايا الزيوت المسمومة سواء المنتمون للائحة الإضافية أو كذلك المنتمون للجمعيات أو العصبة لذات الضحايا إذن مرحبا بك أخي الكريم أنتم ترابطون الآن أمام مقر وزارة المالية والاقتصاد ما هي مطالبكم وأين توجد أموالكم وأين يقع الخلال من أجل إيجاد حل نهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا ونحن كإعلاميين مستقلين نتابع عن كتف مجريات هذا الملف الله يجزيكم بخير نحن أنا ممثل ضحايا الزيوت الكاتب العام للفرع الإقليمي لمدينة مكناس وأنا أساند هذه الفئة الغير المستفيدة من الضحايا بصفتنا خاصة وبنيابة على أعضاء المكتب الفرع الإقليمي لمدينة مكناس ونطالب بتسوية سريعة لهذه الفئة من الناس لأنهم ضحايا مثلنا نعرفهم كما نعرف إخواننا بالضبط كانوا معنا في المستشفيات كانوا عندهم إخوة يستفيدون ولكن الأخ الرابع أو الأخ الثالث لم يستفيد لهذه السبب لهذا كان طالبوا بتسريع باش يسقوا هذا ثانيا الرفع من القدر المستحقات اللي كيعطيو 1000 درهم يرفعوها للمستوى يعيش بها الضحية عيشا كريما ثالثا جبر الضرر لأكثر من 55 سنة لأن هذا سيدنا الله ينصرو من 2010 هو أعطانا واحد الهيبة بغينا يكمل هذا ويعطينا جبر الضرر ديال 55 سنة اللي كنستحقوها عن جدارة واستحق لأن احنا ضحية من صغرنا وحنا ضحايا والأقاليم المغربية سواء من الخميسات سواء من الحسيمة من فاس من مكناس من سيدي قاسم من سيدي سليمان من الرباط من الدار البيضاء ورغم أنهم معطوبون من الديار الفرنسية ومعنا من 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 الديار الفرنسية له كلمة أخرى سيتكلم هو بها
يلا سي خير. السلام عليكم ورحمه الله. احنا يا اخي هاد الناس مجموعين راه يعني كنضرب لنا حشومه وحرام اللي ما يعطوش لهاد الناس حقهم. اما هو السبب يجاوبونا السبب، اذا ما عندهمش حقهم يقول لك ما عندكمش. واش مؤسسه نتاع الوزير الصحه اعطانا بنا الميث عند وزاره الماليه، ومؤسسه الحسن الثاني ديال العسكر عطاونا الميث وزاره الماليه، وزاره الماليه ما بغاش تشوف مع هاد الناس. هذا راه منكر، وكنقول تنطلبوا الله ينصر سيدنا الا وصلت له هادشي. هادي كيدخلوا ناس حتى باش نتحاوروا معاهم، دخلوا ناس حتى ندخلوا لعندهم باش نتحاوروا معاهم. وحنا راه ضعنا، والدينا ضاعوا ماتوا، حنا ولادهم ضايعين، ولادنا ضايعين. اللهم هذا منكر، راه 59 وحنا ضايعين، دابا في عمرنا 65 عام. واش حنا ماشي مغاربه؟ كثر من نص مات، كثر من نص مات، شحال بقى منهم؟ 700 وغادي كيتكرسوا عليهم. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. وكنطلبوا من سيدنا الله ينصرو، الله ينصرو. من هذا المنبر كنطلبوا النصرة. وحنا ماشي من هنا، انا مهاجر من اوروبا وجاي كنطلب حقي في بلادي. انا كنبغي بلادي وكنبغي وطني وكنبغي مالكي، الله ينصرو، الله ينصرو. ولكن هاد الناس الله يهدم، هاد وزاره الماليه اللي تقفتنا وحبستنا تقول لنا السبب علاش، علاش تقول لنا غير علاش، ومن بعد مشيو بحالنا باش خلينا جالسين هنايا مزوطين. حرام عليهم، حرام عليهم. وعاس سيدنا الله ينصرو، الله ينصرو. واش هاد وزاره الماليه حبس لسد البيبان ولا إدارة إدارية؟ هذا الشيء اللي كنطلبوا، بغينا نعرفوا. سيدنا نصر الله قال لك حلوا البيبان، علاش هادو كيحبسوا علينا البيبان؟ واش حبس؟ نعرفوا حبس. إلى إدارة ديال إدارية راه خصها تحل البيبان. هاد الناس كيجوا كيخرجوا في حالاتهم تلقاو القهاوي ويخلوا الناس جالسين هنا، راه ماشي معقول. إلى مسؤولين خص واحد يهود ويتحاور مع الناس يقول لهم عندكم ولا ما عندكم. احنا الا مغاربه، دابا حنا دابا هذه بلادنا نهربوا منها. ضحايا الزيوت المسموم بالمغرب كاملين تيطالبوا تيلجدوا صاحب الجلاله باش يعاود يشوف الملف ديال الضحايا، راهم محرومين ومهمشين ونساوهم. ووزاره الماليه ضربت الطم على هذا الملف هذا، ولهذا نرجو من الوزاره المسؤوله والمسؤولين كاملين اللي وقعوا اتفاقيه 15/4/2010 باش يطبقوا الاتفاقيه. لا نطالب شيئا غير بعد تطبيق الاتفاقيه بحذافيرها، بما في ذلك التعويض والتطبيب و المشاريع المديره للدخل اللي بقات حبر على ورق. ولهذا نرجو من السيد وزير الماليه يفتح هذا الملف هذا ويشوف باش يحل في اقرب وقت ممكن، وكفى من التسويف وكفى من المماطله. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الجمعيه الوطنيه لضحايا الزيوت المسمومه غير المستفيدين، اتكلم منها من امام وزاره الاقتصاد والمالية، وكنطلب من هاد الناس اللي في وزارة الاقتصاد باش يفتحوا لنا الباب ويجيو يتحاوروا معنا ويجيو يحلوا لنا المشكل. 56 عام وحنا مراد، وحنا تنموتوا، والدينا ماتوا وحنا في طريق الانقراض، وكنطلبوا باش هاد الناس يحلوا لنا المشكل نتاعنا. النص كيتخلص والنص ما تيتخلصش، علاش؟ انا خوتي كيتخلصوا، اصحابي كيتخلصوا، الاخوان اللي كنت نعس معاهم في السبيطار كيتخلصوا، علاش هادو ما يتخلصوش؟ علاش هاد الناس اللي هنا كلهم ضايعين؟ الناس راه كيسمعوا. كنطلب من الناس اللي كيسمعوني، وكنطلب من سيدنا الله ينصرو، الله ينصرو، الله يحفظو. امين. كنبغيو بلادنا، كنبغيو مالكنا. ندخل بهذا المشكل نتاعنا، راه الناس راهم ميكوا علينا، راه ضربوا الطم علينا، راه علاش راسلناهم حتى عينا، راسلناهم حتى عينا، 20 مراسلة، 20 مراسلة اللي صيفط، حتى مراسلة ما بغات ما قدروش يهزوا حتى السيلو ويجاوبوني. يقول لي راه ما عندكمش، الجمعية ما عندهاش. على الأقل أضعف الإيمان يقول لك راه ما كتسالوناش، ونشوف حالنا، نمشيو نشوفوا فين، نعطيو بالراس، نمشيو نقلبوا على راسنا. هادشي راه
نمشيو نسعاو نمشيو هذا سميتو اللهم هذا الشيء راه ماشي معقول ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 55 عام دابا وحنا جالسين اللي مات مات شنو 700 ما كملش 700 النص تيتخلص والنص ما تيتخلص حرام هذا الشيء حرام ياك وزاره الماليه كلفت وزاره الداخليه باش دير بحث دار البحث علاش مازال مقرطني السيد الوسيط قال لك راه ملفكم عند وزاره الماليه السيد بن كيران قال لك فلوسكم راه عند وزاره الماليه المؤسسه كذلك قالت لنا فلوسكم وملفكم راه عند وزاره الماليه اشنو كيتسناو هاد الناس هنا على الاقل ما بغاوش يعطيونا حقنا نمشيو بحالنا ولا حول ولا قوه الا بالله وعاش الملك عاش الملك عاش محمد السادس عاش محمد السادس عاش المغرب عاش المغرب عاش المغرب وعاش محمد السادس يوم يمطع غادي نقول لهم واحد الكلمه يعني اين الظاهر الشريف اللي عندنا الظاهر الشريف محمد الخامس الله يرحمه اللي عطانا تنبر لينا وهادشي ما بين اين الظاهر الشريف تاع محمد السادس يعني ديال اتفاقيه ثلاثيه ما بين وزاره الماليه ووزاره الصحه ويعني وزاره مؤسسه الحسن تاع العسكر اين هي فينا اتفاقيه يعني الكلام ديال سيدنا يعني بحال يعني ما تسنتولوش بحال ما كاين شيء لا انا كنظن ان هادشي اللي تعطات عندنا ورقه الشريف ديال محمد السادس الله ينصرو ونتاع بين با محمد الخامس الله يرحمه يعني يعطوا لهاد الناس حقهم يعني هاد الناس هذا ماشي ما كنسعاوهمش ماشي ديالكم او وزاره الماليه راه المال ماشي ديالكم رزقنا كنطلبوا رزقنا والله ينصر سيدنا صور صحفي صور راه طاح مريضه بالقلب الله أكبر 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 ياكلوا فلوسنا ياكلوا الحرام اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم إن هذا منكر اللهم إن هذا منكر لا إله إلا الله لا إله إلا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا عار ضحايا في خطر إذن وبشكل مباشر الآن امرأة من المحتجين أغمي عليها في هذه الأثناء ونحن نقوم بتغطية هذه الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الاقتصاد والمالية في انتظار وصول إسعاف نواصل هذه التغطية المباشرة أمام مقر وزارة المالية الاقتصاد والمالية إذن كما تلاحظون مستفيدة أغنية عليها ضحايا في خطر هذا عار هذا عار هذا عار ضحايا في خطر هذا عار هذا عار ابقي ابقي هذا عار هذا عار ضحايا في خطر اللهم إن المنكر هذا عباد الله اللهم إن المنكر هذا عباد الله ضحايا لا ولا هذا عار ضحايا في خطر هذا عار ضحايا
ديالها. هذا عار ضحايا في خطر. هذا عار هذا عار في خطر. يخليها تنفس. إذن كما تلاحظون المرأة يعني لا تقوى على النهوض. إذن في غياب حضور ممثلي السلطة لإشعار الوقاية المدنية ننتظر ذلك، رغم أننا على مرمى حجرة من الممثلي الأمن نتمنى أن تحضر الوقاية المدنية لإسعاف السيدة الآن الملقاة أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالعاصمة الإدارية الرباط. ما جابتش معايا الدواء ديالها، راه في خطر. انا راه شوفت مريضه بالقلب، راه مريضه بالقلب. لا والله ما صايبه. لا 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 قلت له راه عيط عيط راه عيط. مشى واحد الراجل كذا شوف لي الراجل. لا غير قلت ليها صافي. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله واحد تتموت تتموت المرأة حنا كالسين يا لامبيراج يا لامبيراج أجل الله خطة الشعيبة صدارة حرامي هاتش الله من أطلع مكار لا لا ترى المرأة كتموت رأى المرأة في الغلبة كانت واقفة حتى هذيك النوبه واحد هذيك النوبه واحد داك النهار كيشرج الدواء هذاك راه مات هذاك بيضا مشى مسكين مات مسكين لا ما بقاش كاين يعني ما بقاش كاين ما بقاش غرابها حتى يسالي معنا لا مات هذاك لا الناس شاف الناس كلشي كيموت والله ياخذ راه نهز خلي لها مجبد في الارض حسن عاود ثاني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله ياخذ الحق هو اللي غياخذ الحق سنة تقريبا 56 عام من 59 59 إذن سوف نقف عند حالة كنموذج للعديد من النماذج من ضحايا الزيوت المسمومة والذين طال بالنسبة لهذا الملف انتظارهم طبيعة الحال لأزيد من عقود قرابة تقريبا أكثر من 50 سنة معنا إحدى المتضررات يعني حكينا على كيفاش أصبتم بهذا يعني وحتى فين وصل الملف الآن وكنشوفوا زهرة الأبناء صبنا حنايا حنا كنا ساكنين في سيدي قاسم صبنا عام 1959 ياك وواحد الزيت كانت كتباع أنا بقى عقلة عليها التصويرة ديالها فيها غزالة الشلح اللي كان يبيعها ما بقيتش عقلة على سميتو المهم كانوا كيقولوا مخلطين الزيت المحروقة ديال الطيارة مع الزيت البلدية إذن كان مع الناس اللي كانوا دازوا في المحاكمات دازوا في المحاكمات ديك الساعة وتنطيبوا بها كتطلع الكشكوشة مع اللحم ما عرفناش النهار اللي المهم نهار اللي نعسنا فقنا كل شيء مريض أنا وجداتي وخالي ومرات خالي كل شيء شاد الفراش وكل شيء يديها كل شيء معوج هاد الزيت كانت مخلطة مع يقال مع الزيت يعني كان اللي كانوا كيقولوا مع الزيت ديال الطيارة يعني اللي كنت كنسمع انا ديك الساعه كانوا كيقولوا مخلطه مع الزيت ديال الطيارات محروقه وجابوا لينا الالمان سيدي قاسم نيت وكانوا كيديروا لنا التدريب انا وحده منهم ما كنتش كنوض كانوا كيديروا لي شي عصير شي خشبه تحت رجليا وكيقبطون بلاستيك وكيجيني لابيلانس حتى لباب الدار كتديني وتجيبني ودايره لي لابيسين كنعوموا هكا اللي ما كيقدرش كيعوموا كيعلقوهم كيبقاو يديروا لي من الرياضه رجليهم والرياضه اللي يديهم عندهم واحد طابلو فيه خشيبات مثلثات مكعبات داكشي كتبقى تهز حاجه من هنا وتردها هنا ليومنا هذا كنا كنتخلصوا قطعوا علينا الخلصه وجينا حنا سكننا في الرباط بالنسبه لديك الفتره شحال كنتو كتستافدوا يعني كنا كناخذوا 4000 ريال لواحد انا وجداتي وخالي الواحد 4000 ريال الواحد وعلاش توقفت هاد الاعانات وقفت دخلوا خوالي خدموا هنا خرجنا حنا جينا لهنا ولكن الاعانات ديالك بقات كتوصلك انت ولا لا ما وصلت حتى واحد لا انا لا خالي وما جداتي الله يرحمها لحد الان لحد الان رغم انك صابتوا الملف صابتوا الملف الصحه النهار اللي خطب سيدنا وجمعت الملف ودفعت العياشي وجيت لوزاره المال وجيت لوزاره الصحه من تما وانا طالعه هابطه ما خليتش الباب اللي دقيت عليه حتى واحد ما كيعطيني الجواب كنمشي للجمعيات قدماء المحاربين كيقول لك الملف كاين ولكن جيتي لتحت حتى نهار رحنا بواحد بواحد كنعطيو الخلصه ولكن عييت اذن في نظرك اين يعني يكمن الخلل فين كاين اي وزاره اي وزاره اي وزاره ما عرفتش فينا 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 باب ندقوا عليه اللي عطينا رزقنا اذن هذه السيده تتساءل لانها لا تعرف يعني مصدر الخلل ولكن هناك اراء مختلفه نقف عندها لمعرفه من المسؤول ما هي الوزاره
المسؤولة عن هذا الملف وكذلك هل لكم يعني ما يثبت على أن وزارة المالية والاقتصاد هي المعنية بالأمر؟ هي المعنية بالأمر، هي المعنية تصلنا بالواسط المملكة ورسلهم مراسلة لوزارة المالية وقال لهم بس تشوفوا مع الناس، والناس اللي حد وزارة المالية ما كتهضر معنا ما كتقولنا حتى شي حاجة، واش حنا غادي نبقاو ضايعين بحال هكا؟ الناس اللي كانوا ضد النظام عوضوا لهم 300 مليون 400 مليون، وحنا اللي تعقبنا والدينا وحنا وولادنا تعقبنا وما سابوش معنا كاع. علاش؟ وسيدنا عطانا عطى التعليمات ديالو الساميه باش يشوفوا مع الضحايا الزيوت المسمومه، وزاره الماليه هي جالسه تتفلى عليه. كانت هناك ثلاثه اطراف ربما وقعت في اتفاقيه ثلاثيه، كانت فيها وزاره الماليه والاقتصاد وكانت الصحه وزاره الماليه. اذا هل قصدتم باقي الوزارات؟ لمعرفتي اين الخلل؟ يعني الخلل الذي يوجد في وزاره الماليه؟ يعني كيف عرفتم يعني كيفاش توصلتوا بانه الماليه هي الاساس؟ الماليه خصوصا على ان الماليه سعاده الوسيط وسيط. هل هناك كتاب تفيد على ان الماليه هي مصدر الخلل؟ هي مصدر الخلل، راه من عند الوسيط ومن عند مؤسسه ومصحات يقول لك الماليه هي اللي خصها تعطيكم فلوسكم. حنا قدينا لكم اوراقكم مسائلكم، الماليه هي اللي خصها تعطيكم فلوسكم. إذن نقف عند هذه المعلومة، وإذا كانت هناك أراء كذلك تفيد التغطية والإجراء الذي تقوم به، إذن سوف تواصل جريدة في رحاب الجامعة بالاتصال بباقي الأطراف المعنية. إذن أشكرك على هذه المداخلة، إذا كانت هناك إضافة نحن رهن الإشارة. إذن قد مرت حوالي 15 دقيقة على هذه السيدة التي الآن أغمي عنها، وهي أمام المقر الباب المدخل الرئيسي لمجموعة من الوزارات. إذن لحد الساعة الوقاية المدنية لم يعني نشاهدها تقوم بدورها، ربما قد يكون الجهات المسؤولة قد اتصلوا، ولحد الآن لم تصل ربما الازدحام ربما. إذن ننتظر إلى حين قدوم الوقاية المدنية لإعطاء الإسعافات الضرورية لهذه السيدة الملقاة أمامكم على أرضية هذا أمام المدخل الرئيسي لمجموعة من الوزارات. مرحبا.
نوري من الناس اللي مرات اللي جلس اللي جلس حدايا راك مو بجال هذا عار هذا عار ضحايا في خطر هذا عار هذا عار ضحايا
ملكنا واحد محمد السادس ملكنا واحد محمد السادس ملكنا واحد محمد السادس ملكنا واحد محمد السادس محمد السادس ملكنا واحد محمد السادس ملكنا واحد محمد السادس